السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله تكونوا كامل معنيين يا رب. اول حاجه نبدا بها نصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فوالا اليوم البنات الغسلة تاعنا لي صابلي. هنا كيما شفتوا نقصت الموسو تاع الزبده، درت 200 زبده، 200 غرام زبده، وهذيك ال 50 غرام عوضتها بربع تاع الزيت، يعني بربع كاس تاع الزيت. هنا درت كاس تاع السكر كلاس، ندير معاها البيض، ودوك نوريكم كيفاش نكمل. لهنا البنات بدا نخدم قبل الزيت مع الزبده ومع السكر كلاس. فوالا هاوليكم الربع برك تاع الزيت هكذا باش ما يجيش يتفتت وحده، سورتو راح نديرو له كلاصاج. هنا ندير لا ليفور، عندي ماشي باكي كومبلي، عندي باكي نحي منه شويه. الباكي يجي فيه مغرفه كبيره، انا ندير المغرفه ماشي معمره تاع خميره. البنات على بالكم قد ما تكون الخميره في لي صابلي قد ما الشكل تاعها راح يعني يتخمر وراح يديفورما، يعني الشكل تاعو ما يقعدش هو الخميره، جو تبدل الشكل. هيا علاش ما نديروش الخميره ولي صابلي اصلا ما يليقش فيهم بزاف خميره، نديرو لهم غير شويه برك. هذا ما كان لهنا، لو كان عندي يعني قل كنت نزيد نقص قل. في الباكي تاع 250 ديروا معاه نص كاس تاع الزيت وديروا الباكي كومبلي. هنا البنات شوفوا عندي كامله وزوج صفوره برك، هذا ما كان. نعاود لكم، عندي حبه كامله تاع البيض وزوج صفر تاع البيض مع 200 غرام تاع الزبده مع ربع كاس تاع الزيت مع كاس تاع سكر كلاص. وعندي قلت لكم ساشي ما نديروش كامل تاع الوسمو تاع لا ليفور. ومن بعد نبدا نطم بالفرينه البنات، الفرينه لهنا حتى وين تطم لكم وحتى وين تجي هذيك العجينه يعني متماسكه. الزبده بحراره الغرفه هكا باش تسهل لكم العمليه، الا كانت الزبده بارده مش راح تخرج لكم العجينه شابه. لازم دائما كي تعرفوا باليامات تاع العيد ولا تعرفوا راكم معولين، انا دائما عندي ان باكي تاع زبده دائما نديرو في بلاكار، يعني ما نحطوش في الفريجيدار هكا، باش دائما كي نحب ندير كاتو يكون على غفله ولا ما نستناش حتى هذيك الدوبلي هذيك الزبده وكامل، نجبد قبلها ندير، وكي تخلص كيف كيف نعاود نجبد وحده من الفريجيدار ونخبيها في بلاكار. دونك رانا في الوقت تاع الكاطو، صافي لازم دائما تخلو الزبده على اليد، زبده سمن هذو كامل دوكا ما ينحطوش في الفريجيدار. هنا خدمت العجينه تاعي وخليتها ارتاحت واحد النص ساعه في الفريجيدار هكا باش يعني باش كي نخدمو اريز. ونبدا نطبع. شوفوا انا المول اللي درتو تاع الورده عندي واحد صغير وواحد كبير، انا درت بالكبير الاولى باش يعني ما يجوني حبات شويه ملاح، والثانيه باش يعني بفيه نكمل لاباط، يعني قد ما يكون المول كبير قد ما تكون يعني بفيه تكملي العجينه تاعك. مو البنات كاين اللي يحب المول صغير كاين اللي يحب المول كبير، اني نهدر هذا المول مويا يعني ماهوش كبير يعني بشع كيما نقولوا، الخط قد ما تكون حاجه كبيره ما تجيش حلوه ماشي كيما الحاجه اللي تكون صغيره. مي ثاني يعني كي تكون صغيره بزاف ثاني يروح الشرم تاعها. فوالا هذه اللي خدمت بها، نحطها في الساشي ونبدا نخدم بالجديده. فوالا هم ليكم نديرهم في سنيوه، درت لهم الورق اللي تاع الزبده هذاك باش هكا ما يلصقوليش ونحيهم فاسيلمون. نديرهم يطيبوا البنات، نديرهم 180 دوغري، نديرهم يطيبوا غير من التحت برك، ونعليهم البنات ما تقربوهمش للنار. لي صابلي دائما يطيبوا جوغ بصفوره، ما يطيبوش حتى وين تحمر الحبه، ومن الفوق ما يطيبوش كامل. هنا حتى بنتي راهي تخدم، اني نخدم منها وهي راهي من هي مورا لاكام، من داك وتقلب لي لاكام طيحها لي. قلت والله غير نوريها لكم باش تشوفوا. دائما البنات سبحان الله شوفوا في عمرها غير عامين، سبحان الله فطره فينا احنا ننسى، يعني من الصغر نحبوا نربيو ومن الصغر نحبوا الكوزينه ومن الصغر سبحان الله كل واحد ربي واش داير له كيما الدراري، يعني بسم الله غير يبدا حسو شويه يبان يولي خشن في حسو، يولي يحب يلعب البالون، يحب يرفد المفتاح تاع الطوموبيل. المهم الله يحفظ وليداتنا ان شاء الله، اللهم امين. هنا البنات شوفوا درت الزبده بلوتو الشوكولا بلونش هذيك البيضه، درت هذوب وبين ماغي، ما نزيد معاها لا زبده لا حليب لا حتى حاجه. البنات الشوكولا البيضه ما تتخلط مع حتى حاجه. درتها ذابت مليح مليح
وجبتها دوكا نغطس فيها الحبات اللي طابولي. شوفوا البنات دايما خيروا الحبات اللي يكونوا شابين، دايما ديرهم الفوق، دايما هذه قاعده في لي صابلي. مالغري كو راحين يتغطاو، مي دايما الحبه الشابه نديروها من الفوق، خاطر كاين دي فوا حبات كاين شي سنيوات يعني تجيها شويه محفره، منين داك تجي شويه من تحتها مايله. المهم كل السنيوه كيفاش تجي، دايما الحبات الشابين نخلوهم نديروهم من الفوق. هنا شوفوا درت خط دائره تاع الشوكولا بالاسود، ودوك نوريكم واش راح ندير. فوالا هنا باش نديرها موجه، شوفوا كيفاش راني ندير خيط للداخل وخيط للبرا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فوالا هاي لكم كل جهه تاع ورده واش ندير فيها، جهه ندخلها وجهه نخرج الرسم، يعني ندير خطوط بالكردون. وشوفوا كيفاش راني ندير، يعني البنات راني ما نحيتولكمش وخليت الفيديو يتمشى غير بالعقل باش تفهموني. جوغ كيما شو راح نديرو ملفاي ولا عفسه هكذا، خط ندخلو للبرا للداخل وخط نخرجو للبرا. هنا شوفوا درت زوج اشكال، شكل درت فيه دائره واحده بالاسود، والشكل الثاني درت فيه زوج دوائر بالاسود، يعني دائره كبيره ودائره للداخل تكون صغيره. جوست باش نبدلو، يعني يجي هذاك الشكل تاع جوغ عنكبوت جوغ فوالا، يجي شكل شباب فغيمون، يجي شكل شباب. اللي تحب دير الكلاصاج يعني العادي تطليهم عادي بشوكولا نوار ولا شوكولا اولي ولا حتى بهذا الشوكولا البيضاء، يعني عادي. درت لكم برك جوست باش تبدلوا شويه جو وباش نبدلوا شويه شكل. فوالا هذا ما كان، الباقي يعني يعني خليته يمشي غير بالعقل باش هكا اللي ما فهمتش تشوف، شوف شحال اللي درت من حبه باش تفهموني. فوالا خط لداخل خط للبرا خط لداخل وخط للبرا، من داك نمسح الكوردون. البنات الشوكولا نديروها ما بيد راهي يعني مازال ما نشفتش، ما بيد مازال دافيه، ما تخلوهاش حتى يفوت، الا فاتوا جمده الشوكولا مش حد يدير لكم هاد الخطوط، راح يتبدل الشكل اصلا، يعني مش حيجي هذاك شكل شباب. هكذا هذا مكان، وندير شوكولا اتغطيني ونعاود نغطيهم، يعني حيجي شكل هايل. فوالا هنا شوفوا البنات، درت قلت لكم درت الشكل الاولاني، راني ندير في الشكل الثاني قدامكم. اللي ما تحبش دير زوج خطوط يعني عادي، اللي ما تكونش عندها شوكولا بزاف، هذه كامل شوكولا نواغ يا ربي، واحد ثلاثه حبات يعني العاديه شوكولا العاديه ثلاثه حبات برك، شوفوا شحال حتخدم، يعني ما ديروش في بالكم. ميم شوكولا بلون درت واحده ونص، يعني من هذيك الشوكولاتة الكبيره درت واحده، يعني من ماشي باكي كومبلي، داخل الباكي تصيبوها مقسمه على شحال من مغصو، درت انا ام مغصو ونص وكفاني، يعني ام مغصو يكفي، بقات لي ديجا شويه يعني بلا ما طليتش بها. فوالا هاي لكم، ونفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، ندير خط للداخل وخط لبرا، برك يتبدل لي الشكل، يعني تكون يكون هذيك الزخرفه تكون اكثر واكثر. فوالا شوفوا تاع اللي فيهم دائره واحده تاع الشوكولا نوار كيفاش يجوا، اللي فيهم زوج. البنات انتم واش تحبوا، انا كانوا عندي لي بيرل درت في الوسط هكا باش ما يجيش الوسط فارغ. اللي عندها لي بيبي تاع الشوكولا دير، اللي عندها يعني اي حاجه تقدروا ديروها في الوسط، اللي ما عندهاش كامل يعني عادي، شكل راهو ديجا شباب. نخليهم ينشفوا ونعاود ندير لهم الكلاصاج. هنا درت لهم شوكولا تغطيني، البنات اللي عندها شوكولا تغطيني دير، اللي ما عندهاش دير المعجون عادي. طونك درت لها الكلاصاج بالشوكولا صافي، خيرت ندير لها شوكولا تغطيني. هنا ندير غير في الوسط باش ما يجينيش حلو بزاف. البنات خلوها تنشف مليح، انا هنا نزربت غير بوغ فيو كي ندير لكم الفيديو، دائما نقول لكم اي حاجه عطوا لها حقها في يعني باش ترتاح، انا على جالي فيديو برك اللي تصيبوني شغل دائما ما نخليش حاجه تكمل هكذا باش نرفدها، ما نبقاش نحطها ونروح نعاود نخدم حاجه واحده اخرى ونعاود نولي ليها. المهم انتم دائما خلوها تنشف، لخاطر كل ما تنشف مليح الشكل راح ما يتبدلش، خير من اللي تديو الطريه كامل في يديكم كيما راني ندير انا. هذا مكان، هذو هما يعني هذه هي الغرسه تاعنا اليوم ولا الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، جات تحفه البنات، يجي مرمل ويجي شباب ويجي الكو تاعو ولا اروع، وثاني طري يعني ما يديش بزاف وقت وما يديش بزاف يعني اقتصادي كيما نقولوا احنا، هذا واش نحوسوا الوصفات السهله البسيطه والاقتصاديه. شاهدكم في الجنه خياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها ونتنجحوا فيها، نقول لكم كامل حبكم، تهلاو بزاف لروحكم وسلام حبيباتي، سلام.